الحوثيين يكشفون آخر تطورات فتح الطرقات بتعز وأسباب تعرقلها، ولهذا السبب وصل المبعوث الأممي صنعاء. فلنتابع التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كشفت جماعة الحوثيين آخر تطورات مباحثات فتح الحصار في تعز. وقال رئيس اللجنة العسكرية الوطنية التابعة للحوثيين اللواء يحيى الرزامي: كانت مطالب الطرف الآخر بفتح طريق في تعز، وبادرنا بفتح 3 طرق حرصا منا على السلام، وأعلننا الاستعداد لفتح طريق الشريقة كرش الراهدة، طريق الزيلعي الصريمي أبعر، طريق الدفاع الجوية 50-60. وأضاف قائلا: ننتظر بهذه المبادرة من الطرف الآخر الجدية لتنفيذها، وجاهزون لما هو أكبر منها تلبية لتوجيهات القيادة. واختتم بقوله: هناك مقترحات للأمم المتحدة سنتناقش بشأنها مع القيادة في صنعاء. وأضاف: ما تزال هناك عراقيل كبيرة وواسعة فيما يتعلق بموضوع الرحلات وتدفق السفن، وهذه مؤشرات سلبية.